الأستاذ يوسف إسماعيل فليتفضل للشهود. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد مدير المدرسة العليا للأساتذة بالرباط الدكتور الفاضل محمد كروم، الأستاذ الفاضل مسير الجلسة أستاذنا عبد الرحمن نقول عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية جامعة الأرمطوسية بفاس، وأيضا رئيس جامعة بن طفيل سابقا، الأستاذ الفاضل الزميل محمد التاهي أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، الأستاذ الفاضل المحتفى به إدريس الخضراوي أستاذ التعليم العالي بجامعة القضائية، زميلي وصديقي الأستاذ الفاضل الدكتور محمد الشيك أستاذ الفلسفة والديداكتيك بالمدرسة العليا للأساتذة بالرباط، الأخ هو الطالب البار آدم إيت بلاسل رئيس المنتدى الخدوم العطوف الجدي. أيها الحضور الكريم، علاقتي بالأستاذ إدريس الخضراوي هي علاقة وطيدة بطبيعة الحال، لا ترتبط بالمهنة ولا بالبحث العلمي، وإنما بالمحبة الصادقة، ولكن هذه المحبة وهذا طبيعي تطورت بطبيعة الحال حينما أغدق على طلبتنا بالمدرسة من الأساتذة بالرباط طلبة الإجازة وطلبة الماستر بعلمه وبمعرفته بنكران الذات وبالتواضع الذي قل نظيره، وهذا أيضا شيء طبيعي، لأنه كما يقول الشاعر: ملأ السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوارق. ولذلك حين اقترحت أن يندرج ضمن برامج شعبة اللغة العربية خلال هذا الموسم لم يكن ذلك ارتباطا ولا تحيزا، وإنما أولا لمكانة هذا الرجل، مكانة الأستاذ الخضراوي في مجال العلم وفي مجال الكتابة وخاصة الكتابة النقدية، وأيضا لمكانة الأستاذ الفاضل شيخ النقاد محمد بن رضا. أما علاقتي مع محمد بن رضا فهي علاقة قديمة جدا، هذه العلاقة تمتد إلى بحثي لنيل شهادة الإزازة في اللغة العربية تحت إشراف المرحومة الدكتورة بشرى تكفراس التي توفيت في الأيام الماضية تغمدها الله، وكان الموضوع هو نقد الشعر بالمغرب ما بين 1988 و 1988. آنذاك أشرت إلى وتتبعت وترصدت مجموعة من المقالات لمحمد بن رضا ولغيره من النقاد المغاربة منذ البداية، وقد أدرجت محمد بن رضا في ذلك البحث ضمن التيار أو ضمن المنهج الاجتماعي، لأنه يعني كان من رواد المنهج الاجتماعي، وكان يقول في كما أوردت له في بحثي ونقلته عن مجلة دعوة الحق العدد الثالث من طبيعة الحال، قال: فالمطلوب من الأديب الناشئ أن يعانق عصره حتى النهاية، وأن يتمثل ثقافات وإيديولوجياته ثم يختار ما يعتقد فيه خلاصة لشعبه المتخلف. بمعنى أن بن رضا كان ضمن الاتجاه الواقعي الذي يرتبط ويلتزم بالواقع وبكذا. وهناك أيضا تيارات أخرى صنفتها مثل الاتجاه البنيوي والانطباعي إلى غير ذلك. وفي آخر هذا البحث اقتنعت بفكرة ذكرها الدكتور محمد بن نيس أطال الله في عمره في إحدى كتاباته، وهي قوله: إن النقد موجود في الساحة المغربية وهذا ما نؤمن به، ولكن الوضعية التي هي عليها هذا النقد هي التي تحتاج إلى مناقشة. بمعنى آخر أن النقد المغربي منذ بداية القرن العشرين هو نقد موجود انطلاقا من لدعات محمد بن عباس القفاش، انطلاقا ايضا من كتابته وكتاب عبد الله بن نون الى غير ذلك، يعني النقد موجود ما متى ما هو النقد الذي، ولكن الوضعيه كما قال
التي يحتاج إليها هي التي الوضعية التي هي عليها هذا النقد هي التي تحتاج إلى مراجعة وإلى مناقشة. فمتى تشكل الوعي النقدي عند محمد برادة من خلال كتاب إدريس الخضراوي؟ وأين هو برادة السياسي المناضل في هذا النقد الأدبي؟ وأين أيضا هو برادة المتشبع بالفكر الفلسفي والإيديولوجية في هذا النقد أيضا؟ بمعنى آخر، هناك أنساق مضمرة في كتابات الدكتور محمد برادة وخاصة في روايته كما أشار السادة الأساتذة، وهذا هو الذي يجب أن نبحث عنه نطمع الحال عن طريق التأويل. لا بد أن نبحث عن تلك الأنساق المضمرة لأننا سنكتشف فيها هذا الناقد الإيديولوجي الناقد كبير. ولكن قبل أن نتطرق إلى الدكتور محمد برادة وإلى كتاب الخضراوي، لا بد أن نشير إلى أن بداية تشكل الوعي السياسي لدى الطبقة السياسية بالمغرب كان قديما، وكانت الطبقة السياسية المغربية منذ أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كانت واعية بأهمية التجديد والتطور في كل مناحي الحياة، بعد أن اتضحت لها تلك الهوة بين الأنا والآخر، بمعنى بين الأنا اللي هو المغرب وبين الآخر الذي هو الغرب وفي بعض الأحيان هو المشرق العربي، بفضل المنجزات التي حققها الغرب والتي حققها أيضا دول العالم العربي كليبيا كلبنان وكمصر آنذاك على مستوى الصناعة والفلاحة والسياسة والثقافة إلى غير ذلك. إذن هناك وعي سياسي في المغرب، يعني وعي لدى النخبة. هذا الوعي أو مظاهر هذا الوعي يمكن اختزاله عند مجموعة من الشباب مثل الكركودي والكتاني ومن بعدهم على الفاسي والمختار السوسي إلى غير ذلك، يمكن اختزاله في ثلاث مقاربات. هذه المقاربات كما أوردها عبد الله العروي. المقاربة الأولى وهي مقاربة الشيخ، مقاربة الشيخ التي يرى أن الحل في الأزمة والحل في هي التشبث بالدين وبالماضي. هناك مقاربة ثانية كما يرى محمد العروي وهي مقاربة الزعيم السياسي الذي يعتبر الرؤية الليبرالية مدخلا لكل إصلاح ولكل تحديث. كما هناك أيضا مقاربة ثالثة وهي مقاربة الداعية إلى التقنية الذي يرى أن مفتاح تقدم النشاط العلمي الصناعي رهين بالتقدم التقني والتكنولوجي. إذا الشباب والنخبة السياسية المغربية كانت توزعت وتفرقت على هذه المقاربات، كل واحد اختار مقاربة وهذه المقاربة أثرت من طبيعة الحال في وعيه وأثرت في أدبه وفي نقده وفي في كل شيء من طبيعة الحال. بالنسبة للأدب والنقد واكب هذا الوعي السياسي كما قلت، وهذا ما نلحظه بجلاء سواء تعلق الأمر بالأدب بكل أصنافه، يعني الشعر والنثر إلى غير ذلك، كان هناك هذا الوعي كان قد بالنسبة للمرحلة النقدية أو المرحلة المهمة التي ينتمي إليها برادة، من خلال مجموعة من الدراسات وخاصة دراسة نجيب العوفي الذي درس القصة القصيرة في كتابه مقاربة الواقع في القصة القصيرة، رأى بأن هناك مرحلتين في القصة أو في السرد المغربي. المرحلة الأولى وهي مرحلة التشنيس والتأسيس، هذه المرحلة بالنسبة للعوفي لا ينتمي إليها محمد برادة، وهذه المرحلة من طبيعة الحال لأنها كانت إبان الحماية حيث اشتد الصراع بين المغرب والمستعمر في إطار تلك الثنائية التي ذكرتها، هي ثنائية نحن والآخر. وآنذاك كان محمد برادة لا زال صغيرا لأنه ولد سنة 1938 من طبيعة الحال. امتدت هذه الفترة ما بين 1940 و 1956، وكان سؤال السرد آنذاك وخاصة القصة القصيرة آنذاك هو سؤال الوطن وسؤال البحث عن الهوية، وهذه المرحلة من طبيعة الحال لا تهمنا كثيرا في هذا الإطار. ولكن المرحلة الثانية وهذه المرحلة هي التي ينتمي إليها محمد برادة، وهذه المرحلة تبتدئ من أعقاب الاستعمار، يعني منذ بداية الاستقلال إلى 1970،
وقد امتاز هذا الطرف التاريخي غدا الاستقلال بالمغرب بالصراع الاجتماعي والطبقي، ويمثل هذه المرحله مجموعه من المختصين او مجموعه المغاربه، بمعنى ان محمد بن رضا لا يمثل النشاز، وان كان قد فاقهم ربما على مستوى التنظير وعلى مستوى الاحتكاك بالثقافه الغربيه واستفاده منها، ولكن هذه المرحله تضم مجموعه من المختصين لا يمكن ان نغفلهم بتاتا، ويمكن ان نقارن بينهم في ابحاث اخرى، يمكن ان نقارن بين بن رضا وبين هؤلاء الذين ينتمون الى جيل بن رضا، وهم محمد ابراهيم بوعبلو ومحمد بيتي ومبارك ربيع وجبار صحيمي وايضا محمد زفزاف وادريس الخوري ومحمد شكري والامير الخليشي ومحمد صحيمي الى غير ذلك. فهؤلاء كانوا ايضا بالاضافه الى محمد بن رضا ومحمد عزيز الحبابي وخلاته بن معنى ومحمد احمد شماعو وحمد البغيتي ومحمد التازي ومحمد الصباح، الا ان هناك من ارتبط اسمه بالروايه، ولكن هناك من تعدها الى النقد كما هو الشان بالنسبه لمحمد بن رضا، وهذا ما يميزه من طبيعه الحال. كما اذا في هذه المرحله كما قلت اصبح السؤال الاجتماعي، وكما اشرت الى ذلك في بحثي للاجازه، كان هو المهيمن بعد ان تغير المغرب الاستقلال تاريخيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا، اذ حلت الطبقه محل الامه، فاتخذ الصراع طابعا طبقيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا الى غير ذلك. اذا كانت هذه المرحله التي ينتمي اليها كما قلت الدكتور محمد بن رضا. بالنسبه لكتاب ادريس الخضراوي، هذا الكتاب يندرج ضمن الكتابه النقديه عند محمد بن رضا المرجعيه والخبره. هذا الكتاب الصادر عن افريقيا الشرق سنه 2020، هذا الكتاب كما قلت كتاب النقدي عند محمد بن رضا المرجعيه والخطاب، هو كتاب يندرج ضمن المشروع النقدي للناقد المغربي ادريس الخضراوي، وهذا لا يمكن تخيبه، بمعنى انه رغم انه يتخذ العنوان او يتحدث عن بن رضا، ولكن لا يمكن تخيب ادريس الخضراوي كناقد، ادريس الخضراوي له مشروع، وهذا الكتاب هو يندرج ضمن مشروعه الكبير، وهذا المشروع ايضا نجده في مجموعه من الكتب اخرى لادريس الخضراوي اغنى بها خزانه النقد المغربي، من خلال مجموعه من الكتب مثل الادب موضوعا للدراسه الثقافيه سنه 2007، وسرديات الامه تخيل التاريخ وثقافه الذاكره في الروايه المغربيه المعاصره 2017. ولكن الذي يلفت الانتباه الى الماده الكتابيه عند الخضراوي هو جنوحه نحو التجريب والترحال الدائمين بين النظريه الادبيه. لنقول بان ادريس الخضراوي دائما يبحث عن الانساق المضمر، وغالبا ما يستعين بمجموعه من المناهج. ادريس الخضراوي جل النقاد المغاربه تراهم اما يتبنون منهجا، ربما كل النقاد المغاربي كسعيد القطير وكبن رضا وغيرهم غالبا ما يتبنون المنهج الاجتماعي، ثم طاره يعني يتحول الى منهج بنيوي ثم الثقافي الى غير ذلك. ولكن ادريس الخضراوي ما يميزه بكل صراحه هو انه لا يتموضع، لا تجد يتبنى منهجا معينا، قد يميل الى التاويل ويميل الى البحث عن الانساق المضمره، ولكن لا يتبنى هذه المناهج، لانه كان يعي بان المناهج هي قد يعني هي اقوى وهي اكبر من، لانها دائما تتغير، المناهج ليست شيئا ثابتا، المناهج دائما تتغير ودائما تتحور ودائما تتجدد، ولذلك نلاحظ ان النقاد دائما يتهافتون حول هذه المناهج، اما النصوص فهي تبقى ثابته. اذا بالنسبه لادريس الخضراوي يحاول ان ينفتح على كل المناهج والاستفاده منها في بلوره التصور النقدي لا يعترف بطبيعه الحال بالتقوم الابستيميه التي تقيمها المناهج النقديه الجديده، بل يعمل على استقرائها واعاده صياغه مفهومها المفهومات بخصوصها. وفي هذا الصدد ياتي هذا المنجز النقدي الاخير. ينبسط هذا الكتاب كما قلت او يمكن تقسيمه الى ثلاث اقسام كبرى ومقدمه كما قسمه صاحبه، ثم المراجع والمصادر، وتتوزع هذه الاقسام الثلاثه وتتفرع فصولها ومطالباتها بين اسهامات بن رضا في حقول النقد والروايه والثقافه، بالاضافه الى الحقل الثقافي بطبيعه الحال.
ولا شك ان ثمة مجموعه من العوامل والاسباب هي التي جعلت الخضراوي يتوجه بالنقد والمساءله ومواكبه ما يكسبه براده، وهذا لا يمكن ان نغفله. ويقول في هذا الصدد او في هذا السياق، يقول ادريس الخضراوي: لا شك ان ثمة عوامل كثيره تجيب عن هذا السؤال. بدايه يبدو محمد براده مثل رولان بارت، هذا هو التعبير الذي عبر به ادريس الخضراوي، ويقارن بين بارت وبين محمد براده. وهذه المقارنه هي مقارنه مشروعه، لان ايضا بارت هو فيلسوف فرنسي ناقد ايضا مثله مثل براده، وايضا هو ايضا تغذى بالفلسفه، والبراده ايضا قد درس الفلسفه، ايضا هو مبادر اجتماعي، ونحن نعلم ان براده كان محتكا بالواقع الاجتماعي المغربي انذاك، ولذلك فهو يرى بان محمد براده مثله مثل بارت ليس مجرد ناقد، وانما هو شخصيه ادبيه. إذن هو ليس اديب وانما هو شخصيه ادبيه. والاديب هو الذي يستحق ان يكون ناقدا. الاديب الناقد هو افضل من الناقد الغير النديب لغير الاديب. وقديما قال ابو عمرو العلاء: انما يعرف الشعر من دفع الى مضايقه. بمعنى انما يعرف خبايا الشعر من دفع الى مضايقه. بمعنى الشاعر هو الذي يعرف خبايا الشعر، لذلك فالشاعر الناقد هو احسن من الشاعر الغير من عفوا الناقد الشاعر هو خير من الناقد غير الشاعر. ولذلك محمد براده الناقد سيكون احسن من اي ناقد اخر لا يمكن كتابه السرد او كتابه الروايه او غيرها من الكتابات. هذا ما يريده ربما ادريس الخضراوي. فقد قدمت اراءه، بمعنى اراء براده حول القضايا الثقافيه لمعاصره، اتجاها ثقافيا وجماليا. فهو رجل المواهب المتعدده، وهذا هو الجميل. الانسان وخاصه في العلوم الانسانيه، وهذا المسار سرنا عليه في مصدر تأويليات الخطاب والتواصل، هذا التخصص هو نقص. لا يمكن للطالب او الباحث او العالم ان يتخصص، التخصص قصور. ولذلك حاولنا حتى في مصدر تأويليات الخطاب والتواصل ان يكون هذا المصدر منفتح على تخصصات الفلسفه وعلم النفس، علم الاجتماع، اللسانيات، الادب، اللغه، الحقوق الى غير ذلك. لا نريد تأويليات الخطاب والتواصل، يعني كل يريد ان يحلل الخطاب وكل ذلك. فهذا حينما يكون الانسان رجل المواهب المتعدده، يكون الكاتب والناقد والمثقف والسياسي والمنظر الى غير ذلك، فانه يكون مؤهلا لكي ينظر ومؤهلا لكي يكتب في النقد وفي غيره. فهو يعد من الوجوه الاساسيه التي طبعت الحقل الثقافي المغربي والعربي في اللحظه الحاضره بعديد الاعمال الادبيه والنقديه اللماحه التي تحظى باعجاب القراء بحكم جديتها وجاذبيتها وجديتها، الى درجه ان بعض رواياته قد تم ترجمتها الى اللغه الفرنسيه. والسؤال الذي يتبادر الى الذهن او الى ذهن: لماذا حان النقاد المغاربه حول المناهج النقديه الغربيه؟ جلهم حاموا حول هذه المناهج النقديه الغربيه تنظيرا وممارسه. ومتى يمكننا ان نتحدث عن مدرسه ادبيه او عن مدرسه بلاغيه او عن مدرسه نقديه مغربيه؟ الى متى؟ والى متى ايضا يمكن ان نتحدث عن نظريه نقديه عربيه تزودنا بمناهج وباساليب وبنظريات؟ ويبدو لي ان ما يسمى بالمختبر ومراكز الدكتوراه في العلوم الانسانيه هي الكفيله بالاجابه عن هذا السؤال. يعني هذه المختبرات الكثيره والمتعدده ليست المختبرات لانجاز اطروحه وينال بها شهاده الدكتوراه، وانما هي مختبرات من اجل التنظير ومن اجل ان نجد مدرسه مغربيه في مجال من المجالات، مجال الروايه او مجال البلاغه او مجال، لان نحن نحتاج ايضا الى المدرسه المغربيه، وقد حان الوقت، لان لدينا مجموعه من الكفاءات ومجموعه من الشباب الذين الان هم يعني لديهم صيت واسع. اذا في الختام، حتى لا اطيل عليكم نظرة اولا لهذا الوقت،
ونظرا لهذه الحرارة المفرطة ونظرا لالتزامات السيد المدير حتى لا أفرط عليكم وحتى لا أفرط، أقول بأن هذه اليوم وهذه المائدة المستديرة وغيرها من المواد المستديرة والمحاضرات المتعددة والكثيرة والتي ربما راكمنا في عدد كبير تعد بالعشرات من المحاضرات والندوات والدورات التقليدية ليست طرفا معرفيا كما قد يعتقد البعض، وإنما هي مكملة نحاول أن نستكمل فيها التكوين لطلبة الإجازة ولطلبة الماستر ولطلبة الدكتوراه. إذن حتى هذه المائدة المستديرة التي جاءت متأخرة بطبيعة الحال لأن هذه آخر السنة والطلبة منهمكون في الحفظ والاستعداد للامتحانات، لكن الذي يجب أن يعلمه الحضور الكريم أن هذه المحاضرات ليست طرفاً معرفياً ولم تكن أبداً طرفاً معرفياً، وإنما هي كاستكمال للدروس الطلبة. إذن بهذه المناسبة المحاضرة أشكر من جديد بكل صراحة وبكل بدون مجاملة ولا أشكر السيد المدير مدير مدرسة البلدية السيد الرباط لأنه رغم التزاماته المتعددة حضر معنا. هذا الحضور لم يكن بريئا ولكن لأن هذه الوجود تستحق أكثر من ذلك، سي طنقور وسي تاهي وسي توفيق وغيره من السادة الأساتذة، كما أنه شغوف بالثقافة أستاذ ما تخصصه في مجال العلوم إلى غير ذلك، فهو أيضا أديب وسجال إلى غير ذلك وهو يستمتع أيضا بمثل هذه المحاضرات، ولذلك نشكره ونشكره على المجهودات القيمة التي يبذلها من أجل أن نراكم وأن يستفيد الطلبة من خبرة السادة الأساتذة الذين أتونا من مجموعة من الكليات. إذا شكرا واسمح إذا أطلت السيد الرئيس.